دشنت غرفه تجاره وصناعه البحرين المقر الجديد لاداره مركز العملاء وذلك بحضور سعاده السيد زيد بن رشد الزياني وزير الصناعه والتجاره والسياحه وسعاده السيد سمير عبد الله رئيس الغرفه. وجاء التدشين بهدف زياده نطاق الخدمات المقدمه لمنتسبي الغرفه والرفع من مستوى جودتها بمعايير تقنيه عاليه ليتسنى لعملائها انجاز اعمالهم بكل يسر وسهوله في بيئه عمل متطوره ومثاليه في وقت قياسي، حيث وفرت غرفه البحرين في المقر الحديث خدمات المعاملات الرسميه الخاصه بالتصديقات من وزاره الخارجيه وكاتب العدل الخاص الموثق كما ضم المقر الجديد مكتبا خاصا لاستقبال عملاء الغرفة يعمل على تقديم خدمات سريعة وتثقيفية وتعريفية لكافة الاعضاء ومنتسبي الغرفة بالخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها من جانب الغرفة الى جانب شاشات تقديم الخدمات الالكترونية للاعضاء بحرفية عالية وجودة متقنة.